عليكم طلاب، راح أسألكم عن الكيس شيت مال بريودونتيك عيادة اللثة. هذه الصفحة الأولى اللي هي بيها ال personal data وبيها ال history وال chief complaint. بالبداية student name، هذا اسم الطالب يعني اللي راح يشتغل لل patient. patient name، سجل اسم المريض. educational achievement يعني مستوى التعليم مالت المريض. الجروب هاي مالت الطالب. و occupation الحالة الاجتماعية مالت المريض أو العمل مالت المريض. والأيج عمر المريض. هذه ال personal data، هاي المعلومات الشخصية اللي خاصة بال patient وال student الطالب. نجي على الهيستوري. ايش عندنا احنا بالهيستوري؟ عندنا chief complaint يعني البيشنت منين يشكو، شنو الشكوى اللي خلت البيشنت يجينا للعيادة حتى نسوي له روت تريتمنت، او عفوا نسوي له روت بلانينج. بالبداية هو ممكن ان يكون عنده بليدنج، يعني البيشنت يقول لك دكتور انا عندي بليدنج، عندي نزيف يصير، فاجيت اشوف شنو المشكلة. ممكن ان يكون عنده ان بليسنت تاست، يعني فالطعم مو طيب، طعم غريب عند البيشنت. هاليتوسيس، راحة الفم الكريهة. بين، ألم معين عند البيشنت. دراي ماوث، البيشنت يصير عنده جفاف بالماوث مالته. ألتر جنجايفال أبيرنس، يصير أكو فت تغيرات أو مشاكل بشكل الجنجايفة. باثولوجيكال موبيليتي، أكو حركة بالأسنان تصير سببها باثولوجي، يعني ممكن إنه يكون سببها أجريسيف بريودونتايتس فيسبب لنا موبيليتي بالتوث، فالبيشنت يشكو من هاي الحالة. migration of teeth والهايبر سنسيتيفيتي. هايبر سنسيتيفيتي يعني حساسية اللي تصير عند البيشنت، يعني صليل الأسنان. هذه الهستوري. نجي على الباس دينتال هستوري، يعني التاريخ بالنسبة للبيشنت اللي رايح قبل طبيب أسنان أو لا. أسئلة أنا، أنت زاير قبل طبيب الأسنان أو لا؟ اذا قال اي اشوف انه بشكل منتظم يروح، ريجولار اور irregular يعني بشكل غير منتظم، يروح مرات ومرات لا ما يروح. توث brushing يعني اسئله انه انت يا بتفرج اسنانك او لا. اذا تفرج يس، قال يس انا افرج اسناني، كم مره باليوم تفرج اسنانك؟ مره واحده، مرتين، ثلاث مرات؟ الايديال هو مرتين، يعني الافضل مره واحده الصبح أول ما يقعد من النوم، مرة واحدة بالليل قبل لا ينام يفرج أسنانه. إذا ثلاث مرات بعد هذا الشيء أفضل طبعا، بس هو كستاندرد وإيديال هو المرتين. Use of interdental arts يعني إذا يستخدم خيط الأسنان أو عيدان الأسنان ينظف بها الانتردينتال إيريا، فهاي ممكن همينة أكو بيشنت تستخدم خيط الأسنان يقول لك يا بأي دكتور أنا أستخدم. شنو النوع اللي تستخدمه؟ خيط أسنان أو عيدان الأسنان أو أكو هاي فرشة تجي دقيقة بحيث تدخل بين الأسنان وتنظف هاي المنطقة؟ فهاي همينة أسجلها أنا حتى تفيدني بالتريتمنت بلان مالتي. habits signs of stress يعني العادات اللي تصير عند البيشنت من يتعرض للضغط أو يتعرض للتوتر. كوبيشن تصير عنده بريكزمس، يظل يعض على أسنانه، هذا اللي يسمونه صرير الأسنان. هاي الحالة ممكن أن تصير عند البيشنت وهو نايم بالليل، فيسبب له مشاكل بالأسنان، سبب له أتروجين، سبب له حتى مشاكل على البريودونتيوم نفسيته، راح يصير عنده مشاكل نتيجة اللود اللي يصير عليها، فيصير عنده مشاكل. السموكينج يعني ممكن البيشنت يدخن، فاحنا نعرف انه السموكينج هو سبب رئيسي من اسباب التهاب اللثة والتهاب الانسجة ما حول الاسنان. بعد شنو عندنا؟ كلينكينج والالسرز. الالسرز ممكن انه البيشنت يكون عنده فالتقرحات يعني باللثة، تقرحات بالشفة، فهاي كلها هابتس وساينز اللي نشوفها عند البيشنت. نجي على الميديكال هيستوري. الميديكال هيستوري يعني sensitivity and abnormal reaction to drugs، يعني patient
عنده حساسية لعلاج معين أو عنده استجابة مو طبيعية لعلاج معين، هاي أنا أسجلها حتى تفيدني بالدايغنوسز وتفيدني بالتريتمنت بناء. بالنسبة للسيستميك ديزيز، يعني ممكن أن البيشنت شو يكون عنده acquired and or congenital heart disease، يعني مشاكل القلب اللي عند البيشنت اللي أما تكون مكتسبة أو تكون أمراض وراثية. blood pressure يعني مشاكل الضغط أو ضغط الدم، أما عنده hypotension أو عنده hypertension. hypotension يعني انخفاض بضغط الدم، و hypertension يعني ارتفاع بضغط الدم. diabetes mellitus يعني السكر اللي عند البيشنت من يا نوع، type 1 type 2 controlled or not controlled، يعني السكر اللي عند البيشنت هو مسيطر عليه منظمة بالعلاجات أو غير مسيطر عليه، يعني حتى هو ياخذ علاجات سكر مالته تلقاه معلق. فهذه هم أنا أسجله إذا controlled or not controlled. انجينه إذا كانت عنده يصير عنده ذبحة صدرية. infectious disease يعني الأمراض اللي هي معدية أو الأمراض اللي سببها عدوى معينة، ونحدد شنو نوع هذا المرض. epilepsy يعني الصرع، نوبات الصرع. renal failure dialysis يعني patient اللي عنده مشاكل بالكلى أو اللي يسوون غسيل الكلى. organ transplantation يعني زراعة الأعضاء. if patient under immunosuppressant drug name the drug that taken، إذا البيشنت ياخذ مثبطات المناعة، احنا نعرف البيشنت اللي يسووا له زراعة أعضاء لازم ينطونا مثبطات مناعة بالبداية وبعدين ينطونا علاجات تدريجيا ترفع المناعة عنده، فلازم نعرف شنو العلاج اللي ياخذه حتى شنو نحدد حتى التريتمنت ملان مالتنا راح تكون صحيحة. others يعني شنو الحالات الثانية، هنا هذه prosthetic heart valve يعني إذا البيشنت مركب صمام مغير صمام. هذا احنا ليش ناخذ medical history؟ حتى انا اقيم الحالة الصحية مال البيشنت حتى اتجنب اي complication ممكن تصير عند البيشنت. بعد اكو شغلة انه ممكن اسأل البيشنت على التخثر عنده، تخثر الدم، يعني ممكن اكو بيشنت عنده نزيف دم وراثي، فهذا ممكن همين يأثر عليه وخلال انا اشتغل ممكن اسوي انجري للثة وراح يصير عنده نزيف يعني، فأنا لازم انتبه للبيشنت واسأله اذا عنده نزيف او لا. هذه كلها تفيدنا حتى تخليني انا بالسيف سايد حتى اشتغل براحتي، والبيشنت همينه من يكمل يطلع من عندي مرتاح. هذه الصفحة الاولى انتهينا من عندها. نجي على الصفحة الثانية. الصفحة الثانية هاي تقريبا هي خاصة بالمسؤول العيادة او المعيد اللي موجود، يعني الدرجات اللي ينطيها اللي يعني تقييمه، تقييم للكيشي، تقييم الشغل مالتك. هاي الدرجة اللي ينطيها مثلا على الكيشيت، عن الستراكشنز المعلومات اللي تنطيها للبيشنت، موتيفيشن مالتك، التحفيز اللي او التثقيف الصحي للبيشنت، سكيلينج اند سيتومنتيشن يعني النتيجة مال شغلك انت من سويت له سكيلينج البيشنت، يجي الدكتور المسؤول عليك يقيم لك الشغل مالتك. اتروماتيك سكيلينج يعني اذا كان سكيلينج مالتك تروماتيك، سويت له انجري للثة او ما سويت له انجري، يعني اشتغلت بشكل نون انفيسيف اتروماتيك. بيهيفير سلوكك داخل العيادة. والبروفيلاكسز يعني العلاجات اللي انت ممكن تنطيها للبيشنت او الاشياء اللي هي تكون بروفيلاكسز، اشياء الوقائية للبيشنت. يعني هاي الصفحة هي تخص المعيد او تخص المسؤول عليك بالعيادة. نجي على اهم شيء، هذا التشارت هو بيريودونتال تشارت، تقريبا اهم شيء بالكيس شيت هو هذا التشارت. هما هسه هنا مقسمينه، تشوفون هذه الجداول، هذه تمثل الربع مال ارتش. هسه هذا الربع، هذا بالنسبه للبيشنت هو الرايت كوادرنت، هذا الربع الايمن، هذا الليفت كوادرنت الربع الايسر. هنا عندكم هاي الاسنان ابر وهاي الاسنان اللي هي اللور. الابر هنا منطينا هو البوكال سايد
والا ور مطينا لينجوال سايد. زين هسه عرفنا هذا المخطط او الرسم. نجي على اهم شيء، اهم شيء هي هاي السكورات او هاي الاندكسات. شنو عندنا؟ عندنا اول شيء، خلي اكبر شويه الصفحه، عندنا هاي الموبيليتي مال تيث. شنو يعني موبيليتي مال تيث؟ اشوف حركه الاسنان. احنا الاسنان بها حركه طبيعيه ما نقدر احنا نشوفها يعني بعيننا المجرده، بس هي اوكي هي بيها نورمال موبيليتي. فانا من اجي اسوي دايجنوستس للموبيليتي، شلون راح اسوي دايجنوستس للموبيليتي؟ اجيب الميرور مالتي بالهاندل والفينجر مالتي اندكس فينجر، واخليه على التوث واحاول احرك التوث، احرك التوث باتجاه الهوريزنتال، اما بوكولينجوال ميزودستال والفيرتيكال، يعني اسوي بريشر بالهاندل مال ميرور، اسوي بريشر على التوث بحيث انه اضغطنا شوية باتجاه السوكت مالته، فاشوف شنو الموبيليتي اللي راح يصير عندي. اذا كانت نورمال ما راح يصير عندي حركة ملحوظة، ما راح الاحظ اي حركة لا بوكولينجوال ولا ميزودستال ولا فيرتيكال موفمنت، فاخلي لها صفر، السكور مالتي هو صفر. اذا حركت التوث بوكولينجوال وتحرك عندي تقريبا 1 مليم، ها ايش راح يصير؟ راح يصير هذه سكور رقم 1، يعني اخلي السكور هنا اخليه بدل الصفر اخلي 1. اذا حركت التوث بوكولينجوال تحرك اكثر من 1 مليم، وحركت ميزو ديستال وتحرك التوث همين، هنا راح يصير عندي السكور رقم 2. يعني انا بالسكور رقم 1 راح الحركة مال التوث بوكولينجوال، بالسكور رقم 2 التوث راح يتحرك بوكولينجوال ويتحرك ميزو ديستال. سكور رقم 3، سكور رقم 3 التوث راح يتحرك هوريزنتال موفمنت وفيرتيكال موفمنت. يعني انا من اسوي بريشر على التوث بالكلوجر سيرفيس او الانسايزر ايدج مالته، راح اشوف ان التوث يتحرك باتجاه السوكت، يعني اكو موبيلتي قوية للتوث اكثر من 1 مليم والتوث يتحرك بكل الاتجاهات، فهذه السكور مالتي شو راح يصير؟ راح يصير رقم 3. خلصنا من الموبيلتي. هذا الامبلانت يعني ما اعتقد انتم راح تشتغلون بيها، لان هي ما راح تشوفون بيشنت عنده امبلانت وتشتغلون عليه. الفوركيشن، بالنسبة للفوركيشن، هذه الفوركيشن تخص البوستيريور تيث اللي شبيها بيها فوركيشن اريا، يعني اللي بيها مالتي روت. مثلا احنا شلنا عندنا الاسنان اللي بيها مالتي روت، الابر 4 بي 2 روت، الابر 6 7 و 8 بيهن 3 روت، عندنا اللور 4 اللور 6 وال 7 وال 8 هماتين ذني اكثر، يعني انه وين اكو فوركيشن اريا انا اشتغل على الفوركيشن، اترك الانتيريور تيث لان ما بيها فوركيشن اريا واشتغل على البوستيريور تيث. شلون احسبها؟ اجيب البروب مالتي، اما البريودونتال بروب او حتى البروب العادي، هي هم بيها سكورات طبعا من الصفر للثلاثة. السكور صفر يعني ما انا ما اشوف الفوركيشن، من اجي اباوع للتوث ما اشوف اكسبوجر للفوركيشن اريا، اخلي السكور مالته صفر، يعني ما احسب له سكور، هذا طبيعي. سكور رقم 1 اشوف الفوركيشن بين عندي، من اباوع لها كلينيكالي اشوف الفوركيشن. من ادخل البروب يعني ما يدخل بنسبة كبيرة اقل من 1 مليم، فهذه سكور 1. بالسكور 2 ادخل البروب اشوف الفوركيشن مكشوفة بشكل كبير، ادخل البروب راح يدخل تقريبا نص البروب بس ما يعبر للجهة الثانية، يعني انا من ادخل البروب بكالي ما يعبر البروب لينجوالي، هاي السكور 2. سكور 3 لا، انه من ادخل البروب راح يصير ثروين، يعني شلون البروب راح يعبر على الجهة الثانية، يعني يدخل بكالي ويطلع لينجوالي، هذه السكور 3. هذه الفوركيشن عرفنا انه هي خاصة بالبوستيريور تيث. نجي على البليدنج اون بروبنج، هاي يعني شنو النزف اللي يصير عند البيشنت من اسوي له بروبنج اشوف ان اني يصير عنده نزيف او لا. شلون اسوي له بروبنج؟ اجيب البريودونتال بروب
او البروب العادي مالتي دايجنوستيك بروب وادخله بالجنجايفال سالكس بالبريودونتال بوكيت، بس احاول انه ما اضغط حيل على السالكس او على البوكيت هذا حتى لا يصير عندي انجري للبريودونتال ليجمنت، يعني جنتلي انه احركه داير ما داير التوث واشوف التوث. اذا خلال مثلا مباشرة انه اني بس خليت البروب صار عنده بليدينج انطي صف، اذا ما صار بليدينج انطي واحد يعني بوزيتيف ريزالت يعني صار اكو بليدينج. اذا ما صار بليدينج ما طلع عندي دم وانا سويت له بروبينج اخليها صفر يعني ما نيجاتيف ريزالت يعني النتيجة مالتي صفر ما بي ما صار بليدينج فما اخلي له اي سكور. نجي على البلاك اندكس او البلاك سكور. هذا البلاك انا شلون احسبه او شلون اقيس انه اشوفه هو هم بي سكورات من الصفر لثلاثة. صفر اني ماكو اي بلاك من اجي اشوف للبيشنت ما عنده بلاك اخلي له صفر. واحد البيشنت عنده بلاك بس انا ما اقدر اشوفه بعين المجردة اشوفه بالبروب. البلاك صاير وين؟ بالمنطقة الفري جنجايفال مارجن. من امرر البروب على التوث اشوف اكو بلاك بالبروب بس انا بعيني ما اقدر اشوفه فهذا اخلي له واحد. السكور رقم اثنين، من اريد اخذ السكور رقم اثنين البلاك هنا شلون راح يصير؟ البلاك طبعا راح اقدر اشوفه هنا بعيني واقدر اشوفه بالبروب، يعني مو بس بالبروب مثل ما هو سكور واحد، لا هنا اقدر اشوفه انه بعيني واقدر اشوفه بالبروب. هنا يصير منطقة الفري جنجايفال مارجن تقريبا اقل من ثلث الكراون، نشوفه باقل من ثلث الكراون، تقريبا شوية واصل على البروكسيمال ايريا بس ما عابر على التوث اللي بصفه، فهذا السكور رقم اثنين. السكور رقم ثلاثة، انا مجرد ما افتح حق البيشنت راح اشوف اكو بلاك عابر ثلثين الكراون مال توث وعابر على اسنان قريبة عليه يعني على adjacent tooth اكو همين بلاك، هذا راح يصير السكور مالته ثلاث. خلصنا البلاك، هسه نجي على الجنجايفال مارجن. الجنجايفال مارجن يعني هو نفسي الجنجايفال ريزيشن، اشوف مكان الجنجايفال مارجن وين صايرة بالنسبة للتوث، همين عندنا جريدات بيها او عندنا سكورات بيها. اذا صفر يعني ماكو جنجايفال ريزيشن، الجنجايفال مارجن مالتي نورمال طبيعية، هاي صفر. الواحد ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الريزيشن يصير فقط بالفري جنجايفال مارجن ما يمتد للميوكو جنجايفال جنكشن، هذا الواحد. بالنسبة للثنيان الريزيشن راح يصير بالفري جنجايفال مارجن ويوصل للميوكو جنجايفال جنكشن، واكو شوية يعني انتردينتال بون لوس بس شي خفيف يعني مو شي قوي. السكور ثلاثة، الجنجايفال مارجن راح يصير بها ريزيشن يوصل للميوكو جنجايفال جنكشن، وبنفس الوقت راح يصير عندي انتردينتال بون، هذه المنطقة انتردينتال سبيس البون اللي بيها راح يصير بيها همينة ريزوربشن او يصير بيه ريزيشن بحيث اني اشوف التوث حتى موبيلتي بي، فهاي هي السكور رقم ثلاثة. بروبينج ديفس يعني من اجي اسوي اقيس عمق البريودونتال بروب، احنا لازم عندنا بالعيادة البريودونتال بروب، فاجي ادخل البريودونتال بروب واحسب ايش كم مليم لان هو مأشر مليمات، فاشوف ايش كم مليم دخل من البروب داخل الجنجايفال سالكس او البريودونتال بوكيت واحسب انا مثلا دخلت البروب دخل من عنده 3 مليم بالسالكس او بالبوكيت اسجل 3، دخل 2 مليم اسجل 2 وهكذا، يعني صفر ما اعتقد اكو واحد عنده يعني صفر، يعني هذا كلش البوكيت مالته كلش نظيف وماكو بيشنت هسه البوكيت مالته ستاندرد، فممكن ان يكون واحد يعني واحد على اغلب واحد اثنين
هاي بالنسبة للبروبينج ديبث. هسه هذه تشارت الجو نفس الحالة، هذه وين هي، هذه نفس الحالة بس هناش مطين اللينجوال سايد مال ابر تيث مو الباكل سايد، كان فوق الباكل سايد، والباكل سايد مال انتيريا تيث اللي هو كان فوق لينجوال سايد، وهم نفس الشيء يعني هم موبيليتي هم فوركيشن بليدنج بلاك بروبينج ديبث وجنجايفال مارجن. هاي بالنسبة للكيس شيت مالت من مال عيادة أمراض اللثة. يعني أنتم أهم شيء تركزون على هاي السكورات اللي هي المفروض ماخذينها بالنظري مادة اللثة، يعني تركزون عليها وتحفظونهن حتى تخلونهم ببالكم دائما لأن راح تحتاجونهن بالعيادات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.